فير بلاي. ما زلنا مواصلين معاكم في فير بلاي، نواصلوا استقبال ضيوفنا، نحكيوا على كل ما هو جديد في الكره التونسيه. البارح كان اعلن لاعب الملاعب التونسي سيف الدين العكرمي نهايه تعاقده مع ستاد ونهايه تجربته مع ستاد بعد نهايه عقده. معنا بالتليفون سيف الدين العكرمي باش يحكي على نهايه تجربته مع الملعب التونسي. سيف اهلا بيك. اهلا بيك خويا، لاباس بابا؟ الحمد لله. شنحوالك انت؟ الحمد لله ربي يفضلك. اشكرك. باهي سيف، ظهر لي مده طويله تو مع ستاد، ظهر لي انه حتى واحد من الاعمده نتاع ستاد، الكابتن نتاع الفريق. البارح كان تم الاعلان على نهايه او القطيعه بينك وبين الملعب التونسي. اعطينا الاسباب، نهايه العقد، علاش ما جددتش الكونترا نتاعك، تلوج تجربه جديده، علاش النهايه هذه؟ لا والله حكيت مع سي جلال، حكيت مع ستاف ديجا في بالهم، يعني قررت باش يعني تعاقدي مع ملعب التونسي سنة. عديت فتره طويله معاهم، يعني انا ديجا ولد الكلوب وقعدت 4 سنين، او ديجا ولد ستاف عديت 5 سنين و6 شهور. كاو تفهمنا باش سي بون، يعني واحد يكمل البريود هذايا ونخرجوا. ديجا تفهمنا لنا 6 شهور، يعني تو علمنا رسمي. وكاو تو واحد يجرب تجربه جديده، وكاو يشوف تجربه جديده. عليه قلقت شويه في الاستاد، خسرت بلاستيك نقولوا المده الاخر، على ذاك حبيت تخرج، شنو بالضبط؟ لا 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 ما شكك، يعني الحكايه ديجا حكينا فيه ليه 3 شهور ولا 4 شهور. فهمت. ملي كنت اساسي معناها، يعني قعدنا وتفهمنا، وكانت رغبتي وسي جدال يعني اتي الصحه مشي معايا في الخط. كاو يعني واحد 5 سنين ولا 5 سنين وشويه، يعني يلي توا واحد وقت باش يبدل شويه الجو، يبدل الجماعي الجديد ان شاء الله. في تونس ولا برا؟ والله مازلت فور ذا مومون، مازلت يعني انا وانيس نقعدوا قاعدين نعمل في بلان، يعني فهمتني، واللي فيه الخير ربي يسهل فيه. وكاو فهمتك. وانت شو رغبتك شنية على الاقل؟ ما نتصور قايد غادي تلم شويه فلوس في الخليج ولا؟ كل جوار التونس الكل يعني ويعدي يخمم ديما يلقى حاجه برا، وكان سهله حاجه للداخل، يعني ما فما حتى مشكل فما ليسونسيال. واحد بروبريتير يعني يشوف حاجه، يشوف البرا بعد بدل البلاد، وان شاء الله كان يعني لقى ما لقيتش، يعني نشوف حاجه في تونس ولا نعمل. وقتاش نعرفوا الوجهه نتاعك ان شاء الله؟ والله على قريب حبيبي، على قريب على قريب تعرف الوجه. فما تخلي ميساج لحبيب استاد؟ والله نحب نقول لهم يعني احسن فتره عشتها في حياتي، يعني عشت كل شيء بريسك، رحنا وطلعنا وعدينا عوام باهيين، وديجا نحبهم ويحبوني يعني ويقدروني. ديجا انا ولد استاد يعني نسمى، يعني باش نقعد نتابع باخبارهم وان شاء الله ديما نشوفهم في العالي ان شاء الله. احسن فتره قلت لي خير من الكلوب، خير من الاسبيرونس، خير من مستير؟ والله كل واحدة والفترة نتاعها. من فترة استاد يعني عشت فيها برشا حاجات باهية وبرشا حاجات خايبة، فهمت، ما صارتش في الجامعات اللي لعبت فيهم الاخرين، يعني عشنا فترة خايبة وطحنا وعاودت طلعنا، وفهمت، وصارت برشا حكايات. كل فترة والمعنى نتاعها. ما ملعب التونسي ال5 سنين الاخرانيين يعني نتسمى بريسك وليت ولدهم وكابتن نتاعهم، يعني عشت برشا حاجات باهية تقعد ديما في القلب. نتصور حباء الجمهور نتاع ستاد، نتصور راهم بعثوا لك بعد ما خرج الاخبار البارحه. باش الناس الكل تكلم فيا هكا، ونحبهم انا ديجا عندي برشا اصحابي يعني لعبات يحبوني غاديك ويكونتاكتيوني هكا. هذيك هي الكوره يعني، مش تثق على حد، يعني كل واحد ياخذ فتره ويمشي على روحه. واضح. يعطيك الصحة، شكرا ليك سيف. ربي يفضلك. عايش خويا. بالتوفيق ان شاء الله ليك في مستقبلك الكروي. سيف الدين العكرمي اللاعب السابق للملعب التونسي بعد ما كان اعلن في الملعب التونسي البارح نهاية تعاقده مع اللاعب هذا. موزيكا بعد مواصلين في